ريال مدريد ربما سيقبل بعد ذلك أهداف أخرى لا تملك نفس الإمكانية. هذه خطيرة داخل المنطقة. الله يا تانا، يا لها من ردة فعل يا كناري، يا له من هدف، يا لاس بالماس. التعادل سريعا سريعا جدا، والرد السريع يا سيتين، يا لها من تمريرة ومهارة عالية. رادويا يمر يلعب الكرة بينية قصيرة تنقطع تعود إلى واش دانيال واش، تسديدة، الله، جول جول دانيال واش اللاعب الدنماركي اللي سجل في شباك ملقا ولاس بالماس، يسجل هدف الشخص الثالث في شباك إسبانيول. فريق سبورتنج تيخون، وهي وهي هي هي نيمار، هي نيمار، هي نيمار، يا سلام يا نيمار، نيمار دا سيلفا جونيور يضعها بافتدار هنا في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 5-1. موعد مع الخمس أهداف، أدي أمامنا هو الطفل السعيد. جديدة من البارسا، بارسا يضغط ويحاول تسجيل هدف ثالث بعد ما كان ديلا جي بقى 2-1. بابين يشيل الكرة لكن شالها، خطر خطر يا ولد يا ولد، المرة دي بقى المرة دي يسجل يسجل أمامنا لويس سواريز هدفه رقم 19 في هذه المرة، لأن الهدف اللي سجله احتسب للمدافع إخوان رودريغيز في الدقيقة 27. يسجل لويس أو هذا الهدف ببراعة جميلة يعني، وخطأ كبير من جانب بابين، لكن الحلو يعني في توقع الكرة وعلى طول التسديدة المباشرة، ودي هدف هنا في هذه الليلة، هدف رقم 19، هدف رقم 19. فيليب بيصوب التعادل، التعادل، لكن القايم لا القايم هاجم مع الديفور، ولكن من فيليب لويس الاكس اللاعب السابق للديفور تتصوب كرة في المرمى، في المرمى تويبل، في المرمى الفرنسي، كرة يقارب بها اللوكس، كرة في غاية الروعة، ولا ولا هدف أنطوان جريزمان عالمي يا سيميوني، هدف التعديل لفريق أتلتيكو مدريد، الكرة في مراولة من فيليب لويس القائد كندا للروكي بلانكوس، ولكن كرة جريزمان في المرمى.